Dieu le Maïkot. لكي تتم النبوات من مصر تعاوته ابني. يا تعالى عشان يجي مصر يعني؟ عشان يجي تتم النبوات. طيب في حد من السيدات عندهم رأي؟ ليه هرب من المسيح؟ عشان بيحب مصر وجي عشان قتل مصر. كل الاجابات دي صح. هروب السيد المسيح الى ارض مصر لاجل ان نذهب قدام الشر. عندما ياتي الشر نخرج الى المدينه. تمام. عند الشر. طيب عندنا عايز يقول. اقول لك مبارك شعب مصر. تمالوها بصوا اهم حاجه الايه اللي بتقول الصديق حلوه قوي الايه دي عارف احفظوها الصديق يرى الشر يتوارى في شر قدامك ما تعملش نفسك كده خطوه قدام عالج القوه بضعفك وعالج العنف باللطف كن مثالا واعرف ان ربنا موجود ربنا موجود عالج المشاكل بالصلاة عالجوا العنف بالمحبة دي محبة نمرة اثنين لا تنتقم لنفسك لما يكون مشكلة بينك وبين حد بتقعد تغري هو الشيطان يوسعها لك تغلي يجيله كذا وكذا وكذا لا عالج المشكلة بمحبة ده منهج المسيحيين طب في آية حلوة إن إحنا نعالج المشكلة بمحبة مين يقولها لي الآية لما واحدة تغيظك
خليك لطيفة معاها. حتى ما هي تخلل نفسها بإيديها. اصبر على دارك. ده المثل بيقول. ما تتقمش نفسك. عالجوا المشاكل بطولة البال. خليك طويلة البال. اتريس. يا ريس اتريس. بلاش الاندفاع. ما تبقاش عجول. مستعجل النتائج. ربما المشكلة دي مش هتتحل دلوقتي. هتتحل فيما بعد. وفعلا المشكلة دي كانت سبب خير لمصر ولشعب مصر ولنيل مصر. فربنا علمنا حاجات كثيرة لما هربنا إلى أرض مصر. وعلمنا إن إحنا نهرب للشر. واحدة شرانية مالك بيها؟ مالك بيها؟ واحد شراني مالك بيه؟ ده أنا هكسره، أنا هعمل فيه وفيه. طب ما أنت لما تتخانق مع واحد بتاع فحم هدومك كلها تتوسخ. هدومك هتبقى سودة. الجلابية البيضة لابسها هتبقى سودة حتى لو غلبته. ليه بتتشارع مع واحد بتاع فحم؟ هتضيع أبديتك وتفقد سلامك. وهي المشكلة ارميها على ربنا. ارموا مشاكلكم عليه. ليه انت بتحل؟ انت ما تعرفش تحل. العالم مليان مشاكل. انت مش قد العالم. ابكي على الرب همومك وهو يهتم. ده سؤال. سؤال تاني. سمعنا عن الأريم والتميم، فما هما الأريم والتميم؟ ورد عن الأريم والتميم في سفر تثنية. في حد عارف يجاوب؟ اه قول انت. ده حجر بيتحط على الكاهن، على الكاهن. ده حجر عم يتحط على الكاهن على صدره علشان يسال، لو يكون عاوز يقول حاجه ربنا ويشوف الاجابه فين. بيتحط على صدر الكاهن. لا ما تجاوبش وانت قاعد. تجاوب ولا لا؟ خد الميكروفون وجاوب. الأريم والتميم كانت أصنام يتعبد بيها. ها؟ الأريم والتميم كانت أصنام يتعبد بيها. لا. لا. بيقول إيه المستمع؟ أصنام يتعبد بيها. قول السؤال تاني. راحين سنة الأصنام يتعبدوها. إيه هو الأريم والتميم؟ قول السؤال تاني. هو بيقول أريم والتميم دي تعتبر أصنام كانوا بيتعبدوا ليها. وبيستشهد بالأحياء. قلت له لا. ها مين يقول تاني؟ حد يقول تاني؟ ايه هو السؤال عشان الأريم والتميم دي بتتحط على الصدر عشان كانوا بيقولوا الأريم والتميم. دول من 12 الأسباط اللي كانوا لا حضرت كريم. انتوا معلوماتكم في الكتاب اندر زيرو. اندر زيرو. الأريم والتميم.
التنمير معناه هما الأمور والكمالات، الأمور والكمالات. ده حجرين بيلبسهم رئيس الكهنة في صدره، زي الصدر اللي احنا بنلبسها في الهيكل. رئيس الكهنة يلبس صدرة وعليها الحجرين دول. ايه الحجرين دول؟ اللي هما بيسأل ربنا وربنا يجاوب. إذا الأحمر نور يبقى ربنا موافق، الأزرق نور يبقى ربنا غير موافق. وجايب كمان أحط حروف ربنا يكتب فيها في الحروف. وده ذكر فين؟ ذكر عندنا كتير قوي. أولا استعملهما صموئيل في الأزمات في سفر العدد صحاح 27، واختبار الملك أيضا صموئيل. عارف السبب؟ رجع الرب على شعبه، ربنا رجع على الشعب اللي مش راضي عن طريق الأريم والتنميم. حاجة على الصدر هنا حجارة حمرة وزرقة، ودي اعتبار سفر في سفر العدد أصحاح 27 وسفر صموئيل الأول أصحاح 10، وهتلاقيها أيضا صموئيل عارف خطية عخان ابن كرمي. عارف مين اللي هو اللي سبب في النكسة؟ قبل شعر صليل مين؟ جاب السبت. وليه اختار السبت ده؟ لأن سأل الأريم والتميم. لما سأل الأريم والتميم قاعد يوصل لغاية لما عرف إنه اسمه إيه هو؟ عخان ابن كرمي هو اللي سبب. ما كانش حد هيقدر يعرف غير لما علم عن طريق الأريم والتميم. يعني طبعا بنظام القرعة، بنظام القرعة حديثا، فبيبقى ورقتين كده ويجيب طفل كده ويشد ورقه. لما هي بقى بتشير الى عمل الروح القدس، ان الروح القدس بيرشد الانسان، بيرشد الكنيسه على الصح من الغلط. يبقى الأريم والتميم عباره عن حجرين بتحطوا على فترة الكاهن قدام، ولما يكون في حاجة محتار فيها زي بالضبط لما صموئيل اختار داود، جاب اخواته كلهم واحد واحد قال ما ينفعش. طب حكم منين ما ينفعش؟ الأريم والتميم كان بيجاوب ويقول ده ما ينفعش، قد ما هو عارف الحقيقة كاملة. سؤال، سؤال لكم كام؟ هذا بقى لو ما عرفتوش تجاوبوا عليه تبقى أنتم مش معقولين. يعني إيه المسيح صار بكورة الراقدين؟ ها؟ يعني إيه بكورة الراقدين؟ الرجال ورا زي ما قصص شوف الجمهور رسائل المسيح كل اللي جاب الجمهور ده الرجال عندما سال المسيح قصص شوف الجمهور وما ماتش ورا كده. ها؟ لأنه هو كان السيد المسيح هو الوحيد اللي مات وجام
وما ماتش تاني. اه وهو سبب البكورة، كلمة البكورة يعني وراء أولاده. لما نقول ده فلان بكر، بكر لمين؟ بكر لإخواته. مين إخواته؟ إحنا. فالمسيح صار بكورة الرافدين، يعني إحنا عندهم زي ما هو قال بكورة الرافدين. سؤال، قريت اعتراض في احدى المجلات بيقول الكتاب المقدس كتاب بيخاطب الروح تبتشكر، ولكن القران بيخاطب الروح والجسد، فبينسب النقص للانجيل. فبيقول احنا مش عايشين في السماء، احنا عايشين في الارض برضه، محتاجين لامور الجسد. فاكيد عشان كده كتابنا احنا كامل، لما كتابكم انتم ناقص بيتكلم عن السماء بس، انما القران بيتكلم عن السماء والارض. فايه رايكم في الرد في الاجابه دي؟ الاجابه بنقول ايه؟ ها؟ مفيش حد جاوب؟ اه هنا يا ابونا جاوب. السيد المسيح انتقل في الجموع لما جاوب، التلاميذ اتكسروا في الجموع لما كانوا عاملين كده، لا كلهم بيحكوا، قالوا مفيش بنطبق حطوهم صفوف 50 50 وعملوا اشباع الجموع مرتين، لخمس خبزات وسمكتين، لخمس تلات نفس غير النساء والاطفال، واشبع الجموع مره ثانيه معجزة إشباع الجموع يا رب. معجزة إشباع الجموع يعني اهتم بالحق. على معجزة إشباع الجموع، هنا دليل على إنه بيهتم بالجسد. بيهتم بالجسد، يعني هو نظر إلى نظر للتعقب، حتى التلاميذ لما كانوا بيسيبوا سمك وقالوا تعالى يا أستاذ تديك كل طب هل في شرائع؟ عملهم بعد هل في شرائع؟ في شريعة؟ في شريعة في المسيحية بتهتم بالجسد برضه؟ في العهد الجديد في اهتمام بالجسد ونظافة الجسد وفيه شرائح طهير في العهد القديم. اهتمام المسيح وقول مين هيقول؟ اهتمام الجسد موت. اه اهتمام الجسد موت، ما نهتمش بالجسد لان الجسد التراب. ما نهتمش بيه، ما نهتمش بالجسد. بس احنا عايشين فيه. انت راكب على العربية، ما تقدرش تقول مش مهم العربية، لا مهم. انا يا ابونا. مين؟ إذا كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد، أعمال الجسد فستحيون، وإن كنتم بالجسد تميتون أعمال الروح فستميتون. يعني عايز أقول لك فيه اهتمام بالروح أكتر من الجسد. ما جاوبش يا أبونا. ما أنت جاوبت، خدت فرصتك. هو حول المية لخمر. في شرائع مسيحية، مين قال لك المسيحية من غير شرائع؟ قول يا حبيبي.
ادي للدكتور، ادي للدكتور، ادي للدكتور. ياسين جاء ليكمل واليوم تنفذ الوصايا العشر اللي قالها موسى النبي، وكمل الوصية بالرب القدس. كان جاء ليكمل واليوم، فكان بيكمل الناموس، وبالتالي اهتم بالجسديات مع الروحيات. لا لا لا، ادي للدكتور، ادي للدكتور. الوصيه اللي بتقول اكرم اباك وامك، فهو اهتم بالاب والام، فيبقى اهتم بالجسد. تمام. خبزنا كفى فنا، ها؟ خبزنا خبزنا كفى فنا، فابين اللازم. ها؟ خبزنا كفى فنا اعطينا اليوم، فابين اللازم. على الخبز يعني. كلمة أبونا، هو في نقطتين جوهريين بنتكلم فيهم، وكلامنا فيهم السيد المسيح بيقول على نفسه، هو على نفسه، أنت لحم من لحمي وعظم من عظامي. طب اللحم والعظم ده هيتكون منين غير من جسد الرب ودمه؟ من جسد الرب ودمه. فاحنا زي ما كنا بنتكلم في جسد، علشان خاطر كمان هنبقى أعضاء في السيد المسيح، والعضو ده ايه؟ متحلل. زي الغصن بيعمل ايه؟ بينتصر. خلاص. الجسد هو هيكل الروح. ايه؟ الجسد هو هيكل الروح. هيكل الروح، هيكل الروح. الجسد هيكل الروح. طب اعمل ايه طيب؟ قول يا اخي، اخي عند الباب. لم يبهر احد جسد القط، بل يقوطه ويربيه. يقول الحج المسائل دي ايه السلام؟ تتكلم مجهود. فايه الشرائع اللي اتعدت لاجل الجسد ولاجل الانسان؟ هو نصوم الصلاه؟ صح كده، صح. هل الكتاب المقدس عباره عن شرائع نصوم الصلاه؟ لا، في حاجات تخص الانسان وعلاقته مع اخيه الانسان. امال المشكله اللي كانت ايام البابا شنودة دي كانت ايه؟ لما قال لا طلاق الا لعيلة الزنا، الدنيا قامت وقعدت. ما دي علاقه، ما اهتمام الانجيل بالعلاقه بين الزوجين. في دين اهتم بالعلاقه بين الزوجين زي الدين المسيحي؟ مفيش. فالعلاقات الكفتية من الزواج، وأيضا اهتم بموضوع الزنا، الزنا ده مش موضوع كفت؟ الفتاة اللي بتزني ترجم تبعاد الدين، الشريعة برضه مقدمة للعهد الجديد. الزنا وتم ايضا بحاجات كده الشذوذ الجنسي. فاذا هو اهتم بالجسد من ناحيه المعيشه، من ناحيه العلاقات بين الرجل والمراه، ما بين علاقه ايضا الاسره، النكر من والدين، كل ده اهتمام بالجسد. ما فيش دين اهتم بالجسد واهتم بالعلاقات بس اهتمام صح زي الدين المسيحي. مبدأ المحبة صحيح، حياتنا على الأرض حياة كثيرة، أنا برضه أهتم بيها، أهتم بيها. ليه؟ لأن أنا إنسان عايش على الأرض، أنت ساكن في شقة، أسكنك في شقة مليانة وسخة، أسكنك في شقة
وقال لك خلي بالك نظفها وخلي بالك منها، دي الحنفية ودي انت ولدت ودي كل حاجة، خلي بالك من الشقة ونظفها. سؤال، كم سؤال دلوقتي؟ خامس. اللي جاي كام؟ خامس. لماذا لم يمت الشيطان؟ الشيطان ما ماتش ليه؟ باعتباره أول كائن أخطأ. ولماذا سمح الله للشيطان بإغراء الإنسان؟ ولماذا لم يفني الشيطان؟ يعني ثلاث حاجات، خلي بالك، افهم السؤال الأول قبل ما تجاوب، افهم السؤال. ليش الشيطان ما ماتش زي ما الإنسان مات؟ طب بلاش يموت، ليه ربنا ما افلاش الشيطان؟ كان في زوال وقام لغوا الحنطة، فجيب ملك اللي خلاهم يبني هنا معه
ده حتى يوم حصل له يوم القيامة، يعني خلى الشيطان موجود عشان يعرف مين اللي هيوصل للآخر، لذلك من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني موجود ليه الشيطان؟ عشان يغلب المؤمنين، عشان يمتحن المؤمنين، مين اللي يوصل للآخر؟ ده يمتحن الإنسان. ايه رايكم في مدرسه بتطلع من اولى لثانيه او من ثانيه لثالثه بدون امتحان؟ تدخلوا عيالكم فيها مش هتعلموها، رايحين من ثانيه لثالثه بدون امتحان، يبقى ملهاش لازمه. انما المدرسه اللي هي اللي بتمتحن والطالب يذاكر هي دي المدرسة اللي تنجح، والطالب فيها ياخد نجاح وترقيه زي أيوب. أيوب بشوف الشيطان كلامه ازاي، ولكن معلمنا يا يعقوب الرسول انزلوا صبر ايوب وانزلوا عاقبه اي الله لايوب. ايه عاقبه على مجازات الله؟ اولا ايوب عاش 146 سنه، ما كانش هيعيش. ثانيا جاب عيال جمال جدا، اجمل ما في الارض كانوا عيال ايوب. ثالثا ربنا اداله غنى اكثر من اللي فقده، ضعفه نصيب اثنين، نصيب اثنين. اذا ده ليه؟ لانه دخل الامتحان. لذلك ربنا قال للشيطان عندك ايوب بس الى عقله لا تمسه. فدخل الامتحان فنجح، فلما نجح ربنا كافئه. فالشيطان ربنا مخليه كان قادر يبعده، ولكن مخليه بامتحان الانسان. وهو الغلبة على الشيطان ما هيش حاجة صعبة، مجرد نشف الصليب، مجرد قراءة مزمور، مجرد تطلب العدل أو أي ديس، الشيطان اتحرك. ولو امضوا واخذوا، فالشيطان وضع لأجل امتحان الإنسان، ولما ينجح الإنسان يأخذ المكافأة. وحتى لو الشيطان قوي على الإنسان، ربنا بيدخل هنا ويساعد الإنسان والقديسين. كده احنا جاوبنا على بعض الأسئلة. أما الشيطان فطبعا هات وقت هو والنبي الكذاب يطرحون في البحيرة المعتقدة بالنار والجنة. كفاية كده أسئلة. نعم تمام. Terima kasih.